الواحد بيسرح لما بيشوف الحاجات دي فعلا، وبيشوف قد ايه ان احنا يمكن في حاجات كتيرة اتغيرت في مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، لكن بيبقى حاجات اساسية، الفانوس والحلويات الشرقية وحاجات كده معينة. لكن اهم حاجة في الاعمال دي ان هي بتعمل زي ما بيقولوا توثيق او دوكيومنتيشن لمصر وحالها وناسها واهلها، واعتقد ان ده مهم جدا لمصر وحالها واهلها. بقى قانون مهم جدا وقرارات مصريه، وهو قانون الانتخابات البرلمانيه، واللي بسبب تاجيله وسبب العوار القانوني اللي كان فيه والمشاكل اللي كانت فيه تم اعاده تاني صياغته وتنظيمه مره اخرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، املا ان شاء الله باذن الله تقام في الانتخابات باذن الله في ميعادها وقبل ميعادها كمان. هنتكلم عن ملامح هذا القانون، خصوصا ان برضه فيه تعليقات كتيرة جدا وفي برضو يعني مخاوف كتيرة جدا ان يبقى فيه برضو مشاكل. اتمنى ما يبقاش في مشاكل. هرحب بضيفي النهارده مستشار ادري الشاذلي، هو رئيس حزب النصر والامين العام تحالف تحيا مصر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بيك. نبتدي على طول من القانون اللي تم تقديمه بقى في يعني بشكله الحالي بقى كده باخر صيغه ليه، يعني حياتك طلعت عليه، عارف ايه اهم ملامحه، ايه هي الملاحظات اللي ممكن تكون عليه؟ هو اتعدل مرتين على اساس تقسيم عدد الدوائر، اللي هو بحيث انه يظبط بيبقى ايه اللي نسبة العوار فيه اللي هي ال 25% ما بين اللي هتتعداها يعني، ونزلوا الدوائر قللوها لحد بقت 205 دايرة، وده كويس عشان برضو ايه يزود عدد الأعضاء وزودهم عشان ما يبقاش فيه أي ايه تلكيك تاني يعني. بس هي مشكلتنا اللي احنا خايفين منها ان موضوع الارهاب الشديد اليومين دول ان هو ممكن ياثر على العمليه الانتخابيه كتير يعني. لان النهارده حضرتك لما تيجي تبص لها انت دلوقتي البلد مش فايقه لاي حاجه غير ان انت لازم تحارب الناس دي، واحنا كاحزاب احنا اصلا اتفقنا كنا عاملين افطار جماعي اول امبارح وكنا بنناقش موضوع الارهاب ودور الاحزاب ان هي تساعد في الدولة يعني. وإن شاء الله يوم الأحد برضو في عاملين مؤتمر تاني، ودي دعوة أنا بوجهها على الهواء لكل الناس لكل الأحزاب إنها تحضر، عاملين مؤتمر اسمه مصر تحارب الإرهاب في فندق، طبعا مش هنقول اسمه عشان بس ممكن نخش على الفيسبوك نعرف مثلا. الدعوة هتبقى موجودة على الفيسبوك لكل الناس، إن احنا بنقول للأحزاب كلها لازم إن احنا نبقى متواجدين بشكل فعال في مساعدة الدولة في الموضوع عشان نوصل صوتنا للعالم ان فعلا مصر في حالة حرب مع الارهاب. لان معنى ان القائد الاعلى للقوات المسلحة اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي يلبس الدولة يلبس الزي العسكري ويوصل لاعلى لاخر نقطة في موضوع في الشيخ زايد للموقع اللي كان فيه الحرب، يعني معنى كده ان انت دولة في حالة حرب، لان الرئيس المدني لما يلبس الزي العسكري يبقى الدوله في حاله حرب. هل الاعمال الارهابيه ممكن تقل مع تحديد وتقديم موعد الانتخابات البرلمانيه ام العكس؟ تقديم الانتخابات البرلمانيه هو ده يعني انهي ياتي الاول؟ يعني هل نستنى لما الدنيا تهدى وبعد كده نعمل الانتخابات، ولا بالعكس الانتخابات نعملها في ميعادها فده هيكون صفحه اخرى وتاكيد اخرى لهيبه الدوله المصريه؟ بص هقول لحضرتك حاجه، الدوله المصرية دولة قوية ماشي، وما هيش ضعيفة ان هي تقدر تحمل انتخابات، لا ان شاء الله هتتعمل الانتخابات وهتتعمل بأسرع وقت ممكن وهتعدي ان شاء الله، لان احنا مش احنا شوية المقاطيع دول اللي هم مفكرين نفسهم دي، دول ناس خونة ومأجورين وناس بتقبض معروفة اصلا. انا هسأل بني ادم يعني ايه يعني انا اللي هم بتوع سرايا القدس دول ولا بتوع انصار بيت المقدس؟ هو بيت المقدس اتنقل عندنا في سينا ولا حاجه؟ هو انت جاي تحاربنا يعني؟ هو احنا كفره من الكفار قريش يعني؟ الناس دي مش فاهم، مغيبه ما بتفهمش. هو اليهود فين؟ الاسرائيليين فين؟ الصهاينه فين؟ مش انت رايح على القدس على فلسطين؟ طب ما هي ده حضرتك عند الحدود، بدل ما تخش عندي خش عندهم، ادي القدس هناك، ولا عندك عمى الوان؟ يا مصر دلوقتي اتنقل فيها بيت المقدس ولا حاجه؟ ف دي معروفه ان دي سياسه خارجيه ومؤامره دوليه على مصر وعلى الشرق الاوسط تقسيمه، وقعدت تقول انه تبقى دويلات صغيره، الكلام ده الناس عارفاه كويس قوي
ومع ذلك بتتجاهله. وبفاجئ الاقي ناس بتطلع على الفيس وتطلع على تويتر وتطلع وتقول لك ايه الارهاب وان الناس بتتغاضى عن حاجه وان الدوله ما اعرفش ايه ايه وحقوق الانسان وما اعرفش كلام او اكنك عايش في دنيا غير الدنيا والله. والمشكله ان احنا عندنا اعلام كمان ايه بيأكد للناس الكلام دوت، اكن احنا مثلا احنا ناس ما بنفهمش خالص وهم اللي بيفهموا ان هم اللي ماشيين، زي الصحفيين دلوقتي اللي بيوقفين لي عند نقابه الصحفيين مش عاجبهم قانون مكافحه الارهاب. ما هم لو انكوا بالارهاب دوت لو جات لهم قنبله عند نقابه الصحفيين وهم واقفين واتشالوا ساعتها هيقولوا اه ما ده لازم ده بس هو ما بيطلقش في عقوبه الحبس اللي هي ده احنا كان من ضمن اهم انجازات مثلا الثوره ان هي تم ان ما بقاش في حاجه اسمها عقوبه حبس. واحنا كمان قبلها حتى من قبل الثوره كمان كان بدا ما بقاش في حبس للصحفيين المفروض يعني. فهو النقاش في النقطه ديت يعني يا فندم انا هقول لحضرتك حاجه ايا كان ايا كان المسمى ايه يعني انه موضوع معقد شويه ان انت حضرتك تطلع وتقول ان جماعه داعش احتلت سيناء وتطلع فيديو وتقول عليه ويطلع خبر كذب ده تضليل كمان راي العام. انت بتضلل الناس ولا بترهبهم؟ الاثنين. احنا ما ينفعش الاثنين اذا احنا عاوزين حريه الراي والتعبير يا سيدي كده بالظبط. يا باشا انا هقول لحضرتك حاجه، هو انا النهارده لما اكون راجل كويس لا في عز قانون الطوارئ ماشي وبجبروت الداخليه هل حد اتاذى من قانون الطوارئ غير اللي فعلا يستحق ان هو ينطبق عليه القانون؟ هو انا طول ما انا راجل كويس ومحترم اولا ما تتكلم ما تقول قول اخبارك السليمه وحد بيقول لك ما تقولهاش. انا خلي بالك انا بص هقول لحضرتك حاجه، اما بشوف منظر الدم ومنظر الناس اللي بتموت اللي الناس الغلابه اللي مالهاش ذنب دي يعني انا هسال حضرتك حاجه، عاوزهم يوصلوا لمين بعد ما وصلوا لرمز من رموز الدولة؟ صحيح. الراجل التاني في الدولة اللي هو النائب العام مستنيهم يعني عشان يجي ينصفوا بالمرة الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء عشان تبقى انت عندك حرية التعبير والرأي؟ في ايه؟ ده احنا المفروض نتكاتف، المفروض نبقى احنا كلنا ايد واحدة، لان انت بتحارب ارهاب دولي دولي، انت معاك انت بتحارب اكتر من 6 دول متكتلة عليك مخابراتيا. ليه اللي انتوا بتعملوه؟ انتوا بتحبوا الدولة دي هي كلام وشعارات ولا احنا بنتكلم ازاي؟ المفروض ان انا لما اجي اتكلم اتكلم كصحفي ابقى حر ونزيه. قلم ده بيغير مسار حاجات كتيرة جدا يا اخي تحرى الدقة. انت تنقل عن موقع لقناة الجزيرة او قناة معرفش ايه اللي هي انت عارف ان هي مغرضة مغرضة وانت عارف ان هم بيركبوا. طب ما انت شفت بعينك، شفنا بعينينا كلنا يعني اللي حصل في كان يعني. ايام 30 ست واللي كانوا المظاهره اللي هي اللي 3 بني ادمين ولا 23 راجل بقوم يخلوها بقت بال200 وبال300 والعيال اللي كانت حاطينها في الكفن وهم صاحيين ويقول لك دول ماتوا حاجه كتيره جدا تضليل. طب انت محتاج ايه اكتر من كده؟ ده انت شفت الحاجه بعينك. انت طيب. ما بيصعبش عليك ولادنا اللي بيموتوا دول كل يوم يا اخي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى وراك فيهم آية اللي التلاتة اللي كانوا رايحين يفجروا الناس ياكلوا المطب اللي عمل ربنا يحميهم وياكلوا المطب عشان تنفجر فيهم التلاتة القنبلة ويبقوا اشلاء. مش ده ربنا اللي بعت الآية عشان تتعظ وتعتبر ان في حاجة اسمها عدل سماوي؟ صحيح. اتقي الله في بلدك يا صحفيين مصر. اذا كنت انتوا انا اللي بقول اهو وانا راجل رئيس حزب ومش حزب في الحكم ولا حاجه، لا 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 انا من اشد المعارضين لسياسه الحكومه في حاجات كتيره جدا، بس الحد بلدي والامان بتاعها لا انا مع الحكومه ومع الرئيس. طب القوى السياسيه المفروض تعمل ايه بقى يعني بشكل حاجه كده على الاعلام؟ لسه الاستاذ داجي الشهابي لسه مكلمني عالم احنا كنا في اللي عملنا يعني دور في الفترة دي دورها ايه؟ احنا هندعم الدولة في محاربة الارهاب. لو طلب مننا ان احنا نعمل السلاح ونرجع نحارب هنحارب، ومش كلام ومش شعارات
عادل الشاذلي المعروف في الدنيا كلها الكلمه اللي بيقولها عقد ما بيتغيرش. فانا بقول لحضرتك احنا مع الدوله في محاربه الارهاب لحد ما البلد دي تتطهر وتنضف. واحنا كاحزاب احنا انا بقول لحضرتك احنا طالع النهارده باين بالمؤتمر اللي احنا كنا عاملينه اول امبارح، وان شاء الله برضو يوم الاحد، ودي دعوه موجهه لكم برضو لو حبيتوا تحضروا ان شاء الله المؤتمر مصر تحارب الارهاب، الدعوه لكل رؤساء لكل الاحزاب المصريه الكبير الصغير قبل الكبير، عشان ما يقولوش ايه ان احنا كلنا احزاب في الاول وفي الاخر. يا رب الحزب يبقى اوضه وصاله في الاخر اسمه حزب وفي ناس وفي كوادر، لان اي حزب معروف ان هو بيقوم على 5000 يبقى في 5000 بني ادم، ويقول لك مش موجودين في الشارع، لا ان الاحزاب متواجده بس الاعلام اللي مش واخد باله بيكبر دماغه بيريح دماغه بيروح للاحزاب اللي هي ايه الخمس ست احزاب اللي لهم اسماء بيشربوهم للناس على انهم دول اللي معروفين في الشارع، انما لو نزلوا معانا احنا بقى كحزب النصر انا بكلمك اهوت، احنا لسه كنا متعاونين مع وزاره التموين في محاربه الغلاء والجشع بتاع الاسعار، عملنا معرض معاهم في لجنه المساعدات، ولو حضرتك كنت رحت وشفته كانت قناه النيل هناك موجوده، وكان اليافطه بتاعت تحالف تحيا مصر ائتلاف تحيا مصر وحزب النصر الديمقراطي كان ارخص اسعار كنا احنا بننزلها، وكنا بنكسب على فكره لانها منتجاتنا من مصانعنا ماشي. ورينا لهم ان الاحزاب تعرف، وانا شخصيا انا كنت واقف في المعرض دوت عشان اقابل الناس واقول لهم ان انا رئيس حزب بقف في وسطكم اهو ببيع لكم نفسي عشان تعرفوا ان الاحزاب بجد ما هياش تقدر تساعد وتقدر تخدم وتقدر تساعد الدوله، بس لو الدوله اصلا عاوزه ان الاحزاب تساعدها بجد. طب ايه الخطوات التانيه المهمه حاليا في مواجهه الارهاب زي ما حضرتك قلت؟ اتكلمت على المستوى السياسي، اتكلمت على المستوى الامني ايضا، ايه تاني شايف ان احنا ازاي ممكن زي ما حضرتك قلت نتكاتف كلنا كقوى مصريه مختلفه، الشارع، الراي العام، المواطن المصري المفروض يعمل ايه؟ المواطن المصري لو نزلت دلوقتي حضرتك سالته هيقول لك انا مع الرئيس ومع الدوله في محاربه الارهاب. ادوني سلاح وانا اروح احارب معاكم في سيناء. احنا كاحزاب احنا دورنا ان احنا نفهم ونفعل مع الشباب من خلال الدورات والمؤتمرات، الامانات الشباب اللي احنا شغالين بيها اللي بنفعلها عندنا كويس قوي، مش شغالينها تتعامل مع الشباب وتوعيتهم من شغل الضلال والغاويه اللي بيحصل ماشي، اللي احنا لازم نخلي بالنا من بلدنا ونخاف عليها. المشكله ان بيحاولوا يوصلوا للشباب وللناس رساله ياس ان ايه يخرب بيت كده وايه اللي حصل وايه ده احنا كنا مرتاحين مرتاحين فين؟ انتوا ناس منعدمين الفهم يعني مرتاحين فين؟ ده احنا كنا خلاص هنبقى نتعلق على المشانق بعد كده، ده كان هيبقى الذبح مع انتوا. شوفوا اللي موجود في سيناء في سوريا اللي بيلعبوا بدماغ الناس كوره، ما تشوف العراق بعد ما كانت عراق كانت دولة، بص على اليمن، بص على ليبيا، انتوا ما بتشوفوش؟ عاوزيننا نوصل للمرحلة دي؟ طب ليه؟ ان شاء الله ربنا شايف ان زيارة رئيس السيسي زي ما انت قلت كان بالبدلة رسالة بالظبط، شايفها كانت رسالة ايه ابعادها؟ بيوصل للعالم ان احنا هنحارب، ان انا على راسي البلد، وان الدولة المصرية مش هينفع تحتل بعد كده. وهو كان بيوصل رسالة للاعلام اللي نزل لك صورة ان ايه داعش احتلت سينا واعلنت ولاية سينا، مش ده اللي حصل؟ لا انا رحت لكم لاخر نقطة موجودة في الشيخ زويد ده اللي بيننا وبين الحدود، المفروض ان هو يخاف على نفسه. لا هو ما فيش ده اساسا، اسد ما بيخافش لانه هو الراجل بايع نفسه للدوله ما بيخافش، بس انا اتمنى ان اللي حواليه يبقوا زيه يخافوا على البلد بجد ويتقوا الله في الراجل دوت.
طيب شايف في الانتخابات البرلمانيه الجايه، بنرجع بقى للسياسه، الانتخابات البرلمانيه اللي جايه شايف مين اهم الاحزاب اللي هتكون لاعبه دور كبير جدا؟ يعني هل هيكون في هناك حزب للاغلبيه على سبيل المثال؟ لا لا لا، وهيبقى مين وكده؟ بص اقول لحضرتك حاجه، على المستوى السياسي على الاقل يعني ما فيش حزب هياخد اغلبيه. في تحالف هياخد اغلبيه، اكثريه مش اغلبيه. وفي الاخر هتبقى وزاره ائتلافيه. ده طبقا للدستور. ده طبقا للدستور. ليه؟ لان ما فيش حد هياخد 50+1. مظبوط. ماشي، بس هياخد 49 اكثريه. اكثريه ماشي. في بقى مش احزاب يعني، مش حزب، مجموعة تحالفات. ليه بتقول مش ليه مش حزب؟ ليه؟ احنا عددنا كتير. ماشي، وكل حزب عنده كوادره. ما هم عشان كده بيكملوا بعض. وانا مع القائمة الموحدة. لو احنا في النوادي بس في الانتخابات دي. بس كالعادة احنا متأخرين كالعادة، يعني احنا مستنيين لحد لما يبقى يقر القانون، مع ان لو في تحالفات او في قوائم او في ايا كان، على الاقل التحالفات، في تحالفات انا عارف ان بدأت تتكون فعليا يعني. لا هي متكونة عادي، يتغيروا كل بس يتغيروا كل شوية بقى فيها. كل شويه يغيروا، كل شويه يقعدوا، لا اصل ده ضايق من ده وده زعل من ده وده هيروح مع ده وده اصلا طلع مش عارف ايه وده ايه وده ايه الى اخر لحظه، وده بيضعف من قوه كل الاحزاب. تمام. طب ما بنتعلمش ليه احنا بقى ده؟ ما هو احنا دلوقتي احنا في فتره الريسك دي بنحاول ان احنا نلم نفسنا من خلال ان احنا بنادي. هل في نيه لده ولا في خطوات لده؟ ده خطوات. أوكي. احنا النيه والخطوات فعلا. حلو. احنا بنتجمع دلوقتي مجموعات بحيث ان احنا اكبر مجموعه ان شاء الله ان احنا كلنا نبقى ايه مع بعض تحت مسمى واحد ايا كان. احنا بس بنقول ايه، البلد في ظرف استثنائي، فلازم يعني نتكاتف كلنا مع بعض عشان في الاخر احنا هنعمل ايه. هنبقى موجودين. طب الاحزاب اللي ليها طابع ديني، ما هو مفيش غير حزب النور. ايه موقفه في الاعراب؟ هنعمل له ايه؟ ان المحكمه حصنته فهيخش الانتخابات. وانا على فكره احنا مش ممانعين، ما هو كان شريك معانا في 30/6. ما يخش. هو اي نعم، هو يعني الناس بتقول ان هو ايه، هم واجهين له عمله واحده، يعني حزب النور مع حزب الحريه والعداله واجهين له عمله واحده. المصالح تتصالح. المصالح تتصالح، بس هو ما اظهر او ابدى حسن نيته لما انضم له، واللي يغلط منه نعلقه على المشنقه. بتمنى فعلا يكون في يعني حياه صحيه على المستوى السياسي والبرلماني ومستوى مصر بشكل عام، نعود تاني للاستقرار، ونعود تاني زي ما قلنا تاني نبذ كل ما هو سيء بيسيء لهذه البلد، سواء من فكر او من خطوات على مستوى الامني، او سواء ايضا حتى من ممارسات سياسيه يمكن ان تؤدي بضعف او قصور في الحياه السياسيه المصريه. انا بشكرك جدا مستشار قادر الشاذلي رئيس حزب النصر وامين عام لتحالف تحيا مصر وتحيا مصر. اشكرك. مشاهدينا كنا معاكم النهارده على مدار ساعتين، شكرا وان شاء الله يوم جديد ونهاركم سعيد ورمضان كريم.